السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحصة الثانية من درس مادة التربية الإسلامية، سورة الحديد، الشطر الثاني من الآية رقم 15 إلى الآية رقم 23. إذا قبل الشروع في الحصة الثانية إن شاء الله، نقوم بتقويم تشخيصي للحصة السابقة وهي الحصة الأولى، كما أنبه على من لم يشاهد بعد الحصة الأولى يقوم بمشاهدتها أولا ثم يستكمل الدرس عبر الحصة الثانية. إذا تعرفنا في الحصة السابقة عن قصة الرجل المريض بمرض القلب الذي وعد الله بعبادته إن هو شفي من مرضه، فاستجاب الله له وقام بشفائه ثم غفل عن عبادته بعد شفائه. إذا المقطع المصور الذي قمنا بمشاهدته، ومن يود مشاهدته مرة أخرى يكون أفضل حتى يتفاعل مع الدرس بطريقة أفضل. ثم تعرفنا على سبب نزول الآية رقم 16 من سورة الحديد، والتي تعرفنا فيها عن ماذا وقع لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد قدومهم إلى المدينة المنورة، حيث تقاعس بعضهم عن العبادة، فأنزل الله الآية رقم 16 تنبههم إلى ذلك وتحذرهم من مصير أهل الكتاب. ثم تعرفنا على قاعدة التجويد وهي قاعدة الإخفاء، تعرفنا على تعريفها لغة واصطلاحا حروفها، وقمنا ببعض التطبيقات على بعض الكلمات التي تحتوي على قاعدة الإخفاء. نشرع الآن في الحصة الثانية انطلاقا من المرحلة الخامسة وهي مرحلة شرح الكلمات الصعبة. إذا كما تلاحظون عندنا المقطع القرآني من الآية 15 إلى الآية رقم 23، وعندنا مجموعة من الكلمات التي من المفترض أن تكون صعبة. هي ليست صعبة، ولكنها كلمات تحتوي إلى قليل من التحليل. الكلمات كما هو مبين لديكم قمنا بكتابتها بلون مغاير وهو اللون البني. إذا مجموع هذه الكلمات سوف تتعرف على معناها إما من خلال وضعها في سياق معين حتى يظهر لك معناها بشكل أفضل، وإما من خلال الرجوع إلى قواميس الكلمات، معاجم كتب التفسير، وأيضا الكتاب المدرسي. يمكنك الرجوع إلى الكتاب المدرسي، ولكن يفضل في البداية أن تضعها في جملة أو في سياق معين وتحاول أن تتعرف على معناها. طبعا كلنا نعرف وظيفة التعرف على الكلمات الصعبة، على معنى الكلمات الصعبة، فهو يساعدنا على تحليل الآيات. نضرب مثالا لبعض الكلمات، مثلا قوله تعالى ألم ياني. إذا قمنا بوضعها في سياق معين، ألم ياني للأستاذ أن يأتي، ألم ياني للأستاذ أن يأتي. إذا ماذا تستنتج أو ماذا تستنتجين من خلال هذا السياق؟ جيد، إذا ألم ياني، ألم يحن الوقت بعد، ألم يحن الوقت بعد كي يأتي الأستاذ. ثم كلمة تخشع، أيضا هذه الكلمة إذا عدنا إلى الشريط المصور للرجل الذي ابتلاه الله بمرض القلب، فعند ركوبه سيارة الأجرة، مباشرة بعد ركوبه بدأ يرتبك وينفعل بسبب سماعه لبعض الآيات من سورة الحديد، فخشع قلبه وبدأ بالبكاء. إذا أن تخشع قلوبهم، ذلك الرجل لو تتذكرون خشع قلبه وبدأ بالبكاء. إذا ماذا يمكن أن نستنتج من هذا؟ جيد، لان قلبه ورق قلبه، أصبح قلبه لين ورق فبدأ بالبكاء لأنه تذكر وعده لله عز وجل، وتذكر بأنه لم يفي بهذا الوعد مع أن الله عز وجل شفاه من ذلك المرض. ثم
كلمة وما نزل من الحق، إذا قلنا إذا قلنا بين أو بيني ما الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإلينا، جيد، سيكون الجواب هو القرآن الكريم. ثم كلمة أوتوا الكتاب، إذن بيني من هم أصحاب الكتب السماوية السابقة الذين آتاهم الله الكتاب قبل القرآن الكريم. ممتاز، هم اليهود والنصارى. ثم نختار كلمة أخرى، تعقلون، لعلكم تعقلون، إذا وضعناها في سياق، إذا قلنا اعقل أيها الشاب، يظهر لنا معنى الكلمة من خلال هذا السياق، أي تدبر أيها الشاب، جيد، تدبر حياتك أيها الشاب، مثلا الشاب الطائش أو الذي يضيع وقته، إذا تدبر حياتك لعلكم تعقلون، لعلكم تتدبرون. ثم كلمة غيث، إذا قلنا مثلا اللهم أغثنا غيثا نافعا، ماذا تستنتج من معنى الكلمة؟ اللهم أغثنا غيثا نافعا. ممتاز، أي مطرا، وهنا الغيث بمعنى المطر الغزير. ثم كلمة الكفار، هنا قد ينساق الذهن بسرعة إلى أن الكفار هم الذين لا يؤمنون بالله، هذا جيد، ولكن الكفار هنا في الآية هم الزراع. ستقول لي كيف ذلك؟ سوف نقوم بالنظر إلى سياق الكلمة. انظر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طيب، من الذي يعجبه المطر الغزير؟ من هي المهنة التي تحتاج إلى المطر الغزير؟ ممتاز، الفلاح. الفلاح هو الذي يعجب بالمطر الغزير، فلذلك الكفار هنا معناهم هو الزراع أو الفلاح، إذا قلنا بكلمة أقرب إلينا. ثم عندنا هنا، طبعا لن نقوم لضيق الوقت بباقي الكلمات الأخرى، أيضا يمكنك أن تسير على نفس المنوال، تضعها في سياق معين أو تبحث عنها لتتعرف على معناها. طبعا كما تتذكرون، فشروط الدراسة، فشروط التعلم عن بعد، تكمن في تفاعلك مع العرض والتوجيهات التي قمنا بتوجيهها في بداية الحصة الأولى. لو تتذكرون أن العلامة الصفراء تدل على أن لديك نشاط معين يجب عليك إنجازه. إذن هذا هو مجموع الكلمات الصعبة، قمنا بشرح بعضها، والبعض الآخر سوف تقوم بشرحه بنفسك. إذن لو تتذكرون أيضا، الشريط الأزرق يدل على ماذا؟ جيد، الشريط الأزرق يدل على أن ما يوجد في الشريحة أنت مطالب بكتابته. إذن هذه الكلمات التي قمنا بشرحها، بعض الكلمات لم نعرج عليها كما فعلنا ذلك. هذه بقية الكلمات نقرأها، سوف أقول فطال علي منها. ثم نأتي إلى معاني الآيات. إذن قمنا بتقسيم الآيات التي لدينا إلى أربعة مقاطع. هذا هو المقطع الأول، يتكون من الآية 15 والآية 16. إذن هنا لديك مهمة يطلب منك إنجازها، تفاعل، سواء تفاعل كتابي أو شفوي. إذن هنا مجموعة من الأسئلة التي سوف تطرح عليك، وأنت سوف تقوم بإجابة عنها إما كتابيا وهذا أفضل، أو شفويا إذا لم يتيسر الأمر. إذن السؤال الأول، ما الذي حث الله عليه عباده المؤمنين؟ إذن من خلال الآيات نقرأ الآيات جيدا ثم أجيب على السؤال، ما الذي حث الله عليه عباده المؤمنين؟ جيد، حث الله عباده المؤمنين على أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم. السؤال الثاني، وما الذي حذر الله منه عباده المؤمنين؟ أيضا أقرأ الآية جيدا ثم أوقف الشريط وأجيب، ثم أشغل الشريط مرة أخرى وأتعرف على الإجابة. إذا ما الذي حذر الله منه عباده المؤمنين؟
ممتاز، حذرهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين أوتوا الكتاب من قبل، إذن فقست قلوبهم. إذن هذا هو الذي حذر الله منه عباده المؤمنين. ثم استنتج مراد الله عز وجل من إحيائه الأرض بعد موتها من خلال الآية رقم 16. إذن لماذا ضرب الله هذا المثال للمؤمنين؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. جيد، إذن الله عز وجل يشير هنا إلى أن هؤلاء المؤمنين الذين طال عليهم الأمد وخشي الله أن تقسى قلوبهم، وإن قست قلوبهم فيجب عليهم أن يعلموا أن الله يحيي القلوب كما يحيي الأرض بعد موتها. الله يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يستطيع إحياء قلوبهم. وهذا رأيناه في الشريط المصور، أن هذا الرجل رغم مرور السنين أحيا الله قلبه عندما سمع الآيات بخشوع، عندما سمع الآيات كما ستذكرون في المدخل التمهيدي. إذا هذا هو معنى الآية رقم 15 و16. كما تلاحظ فهذا هو المضمون الذي يجب عليك كتابته. المقطع الثاني يتكون من الآية رقم 17 و18، نفس الخطوات تجيب على الأسئلة لكي تخلص إلى معنى الآية بشكل كلي، ثم تتأكد إما إذا على حسب، نحن نتبع مثلا كل سؤال نجيب عليه، في الأخير تقوم بصياغة هذه الأجوبة لكي تخلص إلى معنى الآية 17 و18. إذا عندنا سؤالين، الآية سهلة جدا، حدد جزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة من خلال هذه الآيات، اقرأها جيدا ثم تحدد جزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا تذكير من الله للذين طال عليهم الزمن وقست قلوبهم، يذكرهم الله عز وجل بالمؤمن الحقيقي كيف يكون، من هو المؤمن الحقيقي. ثم حدد عاقبة المكذبين وجزاؤهم في الآخرة. إذا نظرنا في الآيات، جزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة، ممتاز، المؤمن الحقيقي هو الذي يقرض الله ينفق في سبيله، والذي يجاهد الشهداء والذي يجاهد في سبيله لهم أجرهم ونورهم، وهنا لهم أجر كريم. إذا جزاؤهم في الدنيا والآخرة الأجر الكريم. أما عاقبة المكذبين هي نار الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم. إذا هذا المعنى الآية 17 و18. إذا هنا المقطع الثالث أيضا يتكون من آيتين، الأسئلة نفس الطريقة، تجيب عن الأسئلة ثم تكمل الشريط لتتعرف على الإجابة الصحيحة، وبهذا تكون قد استوعبت إما إجابة صحيحة تداعمها أو إجابة خاطئة تصححها، لكي يكون الذهن قد استوعب الإجابة الصحيحة وأصبحت مترسخة. إذا بيني من خلال الآية الكريمة حقيقة الحياة الدنيا. إذا هنا الله عز وجل بين للمؤمنين الذين اغتروا بالحياة، لو تتذكرون سبب النزول، أعيد مرة أخرى قراءة سبب النزول، ستجد أن المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أصبح لديهم عيش كريم بعد العذاب الذي كانوا قد عانوا منه في مكة. إذا فالله عز وجل ينبههم هنا إلى سبب غفلتهم، سبب ضعف إيمانهم، هو حقيقة الحياة الدنيا. إذا ما هي حقيقة الحياة الدنيا؟ إذا قرأنا جيدا واستعنا بالكلمات الصعبة سوف نجيب. إذا حقيقة الحياة الدنيا، ممتاز، هي عبارة عن حطام. إذا الله ضرب لهم مثالا بين من خلال أن الحياة الدنيا في الآخرة هي مجرد حطام، ستذهب في الحياة لا تذهب معك إلى القبر، فالحياة في الأخير الدنيا عبارة عن حطام تزول، وتبقى الأعمال الصالحة فقط هي التي تنفع صاحبها. ثم ما الذي يحثنا الله إلى المصارعة إليه؟ نلاحظ الآية الأخرى جيدا، أقرأها جيدا، أستعين بالكلمات الصعبة ثم أجيب.
ممتاز، الله يحثنا على السباق والمسارعة إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذا هذه الدنيا التي نزعى وراءها ليست هي الحقيقة، الحقيقة هي الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهي الحقيقة المتبقية، الحقيقة الدائمة. أما الدنيا فهي قصيرة الأمد، والآخرة هي الدار الباقية. إذا نخلص بعد ذلك إلى معنى الآية رقم 19 والآية رقم 20. كما نذكر دائما، الشريط الأزرق يدل على مضمون الدرس الذي يجب عليك كتابته. ستكتب معاني الآية 19 والآية رقم 20، ثم بعد ذلك تكتب المضمون. نصل الآن إلى المقطع الأخير، وهو من الآية رقم 21 إلى الآية رقم 23. إذا نقرأ السؤال: بين من خلال الآية رقم 22 أثر الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره على المؤمن. إذا السؤال ببساطة، تقرأ هذه الآيات خصوصا الآية رقم 21، ثم تستنتج أثر الإيمان بالقضاء خيره وشره. الإنسان الذي يؤمن بأن كل ما كتب عليه في الدنيا فهو من الله عز وجل، كيف تكون حياته؟ كيف تكون نفسيته؟ وهذا رأيناه أيضا في المقطع المصور، أن ذلك الرجل اعترض على قضاء الله عز وجل، فقال لله عز وجل: لماذا ابتليتني بهذا المرض؟ لماذا لا تريد أن تشفيني؟ ألم تشفق علي؟ ألا توجد شفقة؟ إذا كلام هو باطل حقيقة، لكن هذا الرجل المسكين هو يعني لم يكن لديه وعي بأثر قضاء خيره وشره، ومع ذلك الله استجاب له برحمته وعطفه وهو لم يفي بوعده. إذا أثر الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، إذا يظهر لنا من خلال الآية 22: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا لا أيأس على ما فاتني ولا أفرح بما آتاني. إذا كل ما أصابني، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كل شيء مكتوب عند الله. إن أصابني خير فالحمد لله، وإن أصابني شر صبرت ودعوت الله عز وجل ولا أعترض على قضاء الله وقدره، بل أعمل جاهدا لكي أصحح أخطائي وأدعو الله عز وجل في كل مرة، سواء كان الأمر خيرا أو شرا. ثم أخيرا، بين القيمة التي يحثنا الله عليها من خلال الآية رقم 23. إذا نقرأ الآية جيدا، أستعين إن هناك كلمة صعبة ثم أجيب. جيد، القيمة التي يأمرنا الله عز وجل بها هي قيمة الإنفاق، لأن الله هنا يعاتب البخلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. إذا عاتب الله البخلاء فالعكس، إذا هو يحب المحسنين والمنفقين. إذا هذا خلاصة معنى الآية التي أجبنا عليها، الآية رقم 21 والآية رقم 23. في الأخير، إذا نصل إلى المعنى العام للآيات بعد تعرفك على المعنى الخاص لكل آية، الأقسام الأربعة، قم بصياغة معنى عام للآيات. إذا هذا هو المعنى العام للآيات. رأينا أن الله عز وجل قام بتنبيه المؤمنين الذين طال عليهم الزمن وأصابتهم الغفلة عن الخشوع بين يدي الله، أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل الكتاب فتقسو قلوبهم ويضيع أوامر الله ونواهيه. ثم بين لهم حقيقة الحياة الدنيا، ورأينا هذا في تحليل من الآيات، أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. ثم أخيرا، بينهم أن كل ما أصابهم من مصائب وأفراح فهو بقضاء الله وقدره. في الأخير نصل إلى المرحلة الثامنة، وهي مرحلة التقويم الإجمالي. إذا كما نلاحظ في الصورة، لدينا وضعية تقويمية تعبر عن هذه الصورة. سعيد شاب لا يصلي ولم يقرأ القرآن منذ سنوات، وفي كل مرة ينصحه الناس يشتكي من ضيق الوقت وانشغاله بالدنيا
من أجل توفير لقمة العيش لأسرتي في هذا الزمن الصعب. إذا أقرأ الوضعية مرة أولى والثانية والثالثة جيدا. صورة معبرة عن انشغال سعيد بالحياة الدنيا في وسائل التواصل من خلال العمل. إذا ما موقفك من رأي سعيد انطلاقا طبعا مما درسناه في سورة الحديد؟ اذكر سببين من أسباب ضعف الإيمان عند سعيد. أقرأ جيدا، الأسباب موجودة في الوضعية، أيضا تطرقنا إليها في المعنى العام، تطرقنا إليها في معاني الآيات يعني بطريقة إما مباشرة أو غير مباشرة. سعيد، ما الذي جعل إيمانه ضعيفا؟ هناك سببين. ثم استشهد بآية مناسبة من سورة الحديد تؤكد قولك. إذا آية سواء تبين لنا سبب ضعف الإيمان، سبب واحد أو سببين. إذا بعد إجابتك على هذه الوضعية سنقوم بتصحيحها. موقف سعيد خاطئ طبعا، لأن انشغاله بالحياة الدنيا ليس مبررا لبعده عن الله عز وجل. من أسباب ضعف الإيمان عند سعيد الغفلة والبعد عن كتاب الله، الانشغال والاغترار بالحياة الدنيا. وهذين السببين تعرفنا عليهما في الآيات سورة الحديد الشطر الثاني. الدليل على ذلك، إذا لو قلنا الغفلة والبعد عن كتاب الله، الدليل هو: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. الدروس والقيم المستفادة من الدرس. إذا تعرفنا على مجموعة من الدروس والعبر المستفادة، يمكنك أن تجيب عنها في دفتر التمارين أيضا، ثم بعد ذلك تتعرف على الإجابة الصحيحة. ولدينا أيضا مجموعة من القيم، 3 قيم رئيسية تعرفنا إليها تدعو إليها الآية. إذا الدروس والعبر: الغفلة والبعد عن ذكر الله والانشغال بالحياة الدنيا أسباب لضعف الإيمان وقسوة القلب، وهذا رأيناه في الشريط المصور، الشخص الذي نسي وعد الله وتغافل عن ذلك حتى استيقظ من غفلته في سيارة الأجرة عندما سمع الآيات. وتعرفنا عليه أيضا في قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتغيرت أحوالهم. ثم ذكر الله والإنفاق في سبيله أسباب إحياء القلب وزيادة الإيمان. الدنيا متاع زائل أجعلها مزرعة للآخرة، إذا الدنيا هي حطام كما رأينا. إذا مهمة الإنسان في الدنيا هي الزراعة لكي يزرع لآخرته، من زرع حصد. من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب كما رأينا. ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. ثم القيم المستفادة: الإيمان بالله، الخشوع لله عز وجل في ذكره، في تلاوة القرآن، والإنفاق في سبيله. في الأخير نصل إلى حكمة هذا الدرس: واذكر ربك إذا نسيت. آية من سورة الكهف معبرة جدا، الصورة معبرة عن انشغال الناس بالحياة الدنيا، ووسط هذه الزحمة وهذا الانشغال لا بد من ذكر الله عز وجل، أولا كي لا يقع لنا مثل الرجل الذي وقع له ما وقع، ثانيا لأن الله عز وجل كلما ذكرت الله عز وجل فالله عز وجل معك في سرائك وفي ضرائك. إذا فتذكر الله عز وجل وعدم الغفلة عنه من أهم الفوائد في هذا الدرس. أخيرا نصل إلى نهاية الدرس، وقبل نهاية الدرس وضعت هنا يعني للذي لم يعرف كيف يقوم بكتابة الدرس، الخطوات هي نفس الخطوات المتبعة في الدروس السابقة، ولكن لزيادة الفائدة ضعت هنا نموذج مبسط كيفية كتابة الدرس. طبعا التاريخ، أكتب التاريخ، تاريخ الحصة التي كنت أدرس فيها مادة التربية الإسلامية، سواء الأفواج التي كانت تدرس يوم الأربعاء أو الأفواج التي كانت تدرس يوم الثلاثاء. تزكية، عنوان الدرس وهو سورة الحديد من الآية كذا إلى الآية كذا، القرآن كما هو معلوم، أكتب أولا القرآن الكريم، أقوم بشكله، أقرأ الآية جيدا لكي
أتعود على قراءتها ويسهل علي حفظها. ثم بعد ذلك قاعدة التجويد الإخفاء، أظن نسيت هنا أن أكتب سبب النزول، أيضا يجب أن أكتب سبب النزول أولا هنا، ثم أكتب قاعدة التجويد بعد ذلك، ثم شرح الكلمات الصعبة، فقد رأينا مجموعة من الكلمات ما يقارب 10 كلمات أكتبها، ثم معاني الآيات تعرفنا عليها انطلاقا من الآية 15 إلى أن وصلنا إلى الآية 23، يعني أنا كنت كتبت هنا فقط أمثلة. ثم المعنى العام تعرفنا عليه تكتبه أيضا، الدروس والعبر تعرفنا عليها، القيم المستفادة تعرفنا عليها أيضا. إذا في نهاية الحصة أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، إن كان هناك خطأ أو نسيان فمن نفسي، وإن كان هناك خير فمن الله عز وجل. لو صادفتك أي صعوبة في فهم الدرس اترك تعليقا أسفل الفيديو وسوف أحاول إجابتك إن شاء الله. شكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.